بعد ما لبسوا ادوات السلامه نقدر نقول انتصار على اسمك حتنتصرين باذن الله بننتصر. اوه سكعت جدار. نقدر نقول يا فهد انك على اسمك تكون فهد سريع سريعين. طبعا التحدي بيكون يا جماعه زي المضمار يروحون اللي يوصل الاول هنا هو الفايز. نقدر نقول نبدا السباق. جاهزين؟ جاهزين جاهزين ليتس جو. جاهزه جاهزه جاهز جاهزين مستعدين؟ ايه يلا نقدر نقول واحد اثنين ثلاثه. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يلا نبدا السباق ونشوف مين السريع. فهد يا فهد جاي مين مين؟ يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. خف الجدار خف الجدار يا شباب. فهد تضحك امس تعال حلو يا شباب. جلس تشمت فيها مره انتصار. انا قلت انتصار سريع. لا من هنا انتصار. لا 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 من هنا تعال من هنا ارجع من هنا من هنا بسرعه استغل الوقت. وش بسرعه بسرعه اكسب الوقت. يا روح بسرعه بسرعه روح اطلعي برا بسرعه 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 بسرعه. يا جماعه على ثقل الوزن لان يلا في عرض بطيء شوي في 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 ارجع ارجع. اوبا يا ساتر اجري 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 اوه زهد ايه خلاص. يا انتصار وانا قلت على اسمك انك منتصره. تعال هنا هذه اخرتها. تعال هنا هذه اخرتها. لا اسكت بس انت الحين لو شلت سكوتر جردي فيك انا احسن. نقدر نقول هارد لك. كيف كانت معك الجوله الاولى؟ مره حلوه. حلو كيف كانت معك هارد؟ رهيبه والله معوضه خير. الرهيب انت وادائك مبروك. انت كيف فوق على نفسك في التحدي السرعه ولازم الواحد يتمرن على السرعه. اي ما شاء الله تبارك الله باين السرعه الله يعني. انا ترى شكيت في البدايه ما شاء الله تبارك الرحمن ذكر الله زين. والله اول منطقه قلت هذه رميه ما شاء الله مو ما توقعنا والله صدمنا كلنا ما شاء الله تبارك الله.